فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: المطلقة البائن هل يجب عليها اجتناب الزينة وعدم الخروج من بيت أبيها؟ من بيت أبيها؟ نعم، تلزم البيت ولا تخرج، لأن عرضة، إذا خرجت عرضة للفتنة، ولا تبقى في البيت إلا لحاجة، إذا بدت حاجة تخرج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.